مقمورة اللحمة بالبطاطس، 3/4 كيلو لحمة مكعبات، ممكن كيلو ممكن نص كيلو زي ما حضرتك عايزة، أهم حاجة تبقى التقطيعة كده. شايفين التقطيعة دي؟ شايفين المكعب قد إيه؟ أنا عايزة التقطيعة دي، ويمكن أصغر كمان لو تحبي، اللي هي على قد اللقمة. تمام. عندنا إيه كمان؟ بطاطس مكعبات متحمرة، فلفل ألوان مكعبات، وممكن ان هو ما يبقاش مفروم ناعم كده، ممكن يبقى بنفس حجم البطاطس ونفس حجم اللحمه. عندي كمان ثوم مفروم، بصل مفروم، فلفل حامي مفروم، ايه كمان؟ يلا بينا. صلصه طماطم وسمنه وبهارات لحمه وبابريكا وملح وفلفل اسود، ممكن تشيل البابريكا ملهاش اي لازمه معانا. الحله هنا سخنه على النار، البابريكا. يلا بينا نحسب وقت، نحسب وقت. ادي حله على النار سخنه، ما لحقتش تسخن قوي السخونيه اللي انا عايزاها. ماشي. طيب نعمل كده. بص انا هعمل ايه دلوقتي، مجرد ما السمنه تتقدح انا كل ده هيتحط مع بعض، مش هيتقلب ويتكمر، يعدي ربع ساعه خلاص الوصفه خلصت. بجد والله، بجد والله بجد. ولو اللحمه كبيره شويه ممكن تاخد لها تلت ساعه، 25 دقيقه، ده لو اللحمه كبيره. لو اللحمه صغيره هي الربع ساعه بالظبط هتلاقيها استوت. انا لما بكون مستعجله عندي او عندي عزومه وحد جاي لي، هوب اكلم الجزار، هوب الموضوع خلص، يجوا يلاقوا الرز معمول واللحمه معموله، وممكن اعمل جنبها حبه لسان عصفور او حبه ملوخيه كده برده من اللي هي المجمده او اللي شايلاها في الفريزر، الموضوع خلص. ايه ده احنا لسه مكلمينك من ساعه، لحقتي تعملي؟ اه والله الحمد لله ببركه ربنا. لحمه بصل فلفل فلفل حامي صلصة طماطم ثوم حصل خير، شوية بهارات لحمة، ملح، فلفل اسود. انا حطيت كل ده اهو، انا ما قلبتش ولا عملت اي حاجة، محتاجة ان انا اعمل كده بس. ما تقلبيش، مش عايزاكي تقلبي، انا مش عايزاكي تقلبي. وعشان تتكمر اكتر كمان ممكن اعمل كده، واحنا الفوطة بتاعتنا هنا ممكن نجيب الفوطة. بصوا صح صح والله، خلاص الموضوع كده خلص، كده الموضوع خلص بالنسبه لي. سيبوها بقى الربع ساعه. طيب بعد الربع ساعه وهي تكون اللحمه استوت وكل اللي جوه ده استوى تمام وزي الفل، ابدا ان انا احط البطاطس. مش عايزه اكتر، ما رفعتش الغطا من ساعه ما حطيته معاكم. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ شايفين المنظر؟ اعمل ايه دلوقتي يا نونا؟ اروح عامله كده. واروح عامله كده. بالشكل. انزل بقى البطاطس في الاخر اللي هي المتحمره نص تحميره، علشان تبقى متشمعه كده وما تبقاش اللحمه بتاعتنا اكنها عامله مع بطاطس مطبوخه. بالشكل ده. شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ يلا بينا. بسم الله. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده تاخد العقل. حبه لحمه ينزلوا في القلب مش في المعده. عملناها في ثواني مع حبة بطاطس مع حبة رز أبيض كده، ما شاء الله اللهم بارك.